قول الحق جل وعلا في محكم كتابه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. يعني معنى الاصطفاء، يأتي معنى الاصطفاء ومعنى بمعنى الاختيار تارة. اصطفاء يعني اختيار، اصطفى الشيء أو اصطفى الكلام، حتى هذا يقال. كمثل ما تقول انتقى في خطابه كلاما مميزا، انتقى. أكو كلام كثير، ولكن أحيانا يكون الكلام صفوة، خيرة الكلام، هذا ما يعبرون عنه في اللغة، صفوة الكلام، الطيب من الكلام. ليس كل الكلام كلام طيب، ولذلك الله عز وجل يحذر الإنسان، يحذر الإنسان دائما: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع. ما تعرف، ما تحكي، لا تحكي، ما تعرف في هذا الشيء لا تتكلم، لا تتكلم إلا بميزان وحساب. ولذلك القرآن أيضا يقول في معنى أو في مكان آخر في القرآن أو في بعض مواضعه: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم عن اللغو معرضون. الكلام ليس له، الذي ليس له معنى، الكلام الغير موزون، الكلام السفيه، الكلام الغير صحيح. تأتي الروايات أيضا مثلا عن النبي الأكرم محمد، حيث يقول: الكلمة الطيبة شنو؟ صدقة. ليس كل كلام حسن، بل بالعكس، أكو كلام يهدم، أكو كلام يجرح، أكو كلام يؤذي. قد لا تضربه، قد لا تؤذيه بضرب مادي، ولكنك قد توجه له كلمة، توجه له كلمة تؤذيه، يبقى أثرها في قلبه ولا يزول. يمكن يحتاج لفترة من الزمن، وأحيانا لا يزول على حسب الموقف، على حسب تحمل الشخص. بعض الناس تتحمل، بعض الناس لا تتحمل، قد يموت. ويذكرون، أنا أذكر قبل فترة، ما بقولها بصارح، بس بعض الجماعة اللي هني في الماتم يعرفون، بس أشير لها من فترة، من زمن، من يعني من بعد. قبل فترة صار موقف من المواقف لي أنا شخصية، قبل فترة من الزمن، قبل سنوات، فشاف، اتصل لي بعض الناس، بعض الخطباء أعزهم الله، يواسوا ويشجعوا. فواحد منهم قال: أتدري ماذا جرى بأحد الخطباء؟ الآن اسمه راح من عندي، بس كأنه الشيخ حميدان، كأنه هكذا، أنا الآن ناسي، يمكن شيخ علي حميدان القاضي المعروف، كان يقرأ في وفاة السيدة الزهراء عليها السلام في المنامة، وكان يوم جمعة، وفاة الزهراء، وهي من محاسن الصدف بعد أن احنا نذكر الزهراء الليلة هني في هذا المكان. في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة كان يخطب في الناس ويذكر الزهراء، فقام إليه رجل معترض، ما عجب الكلام، لم يعجبه كلام الشيخ أو خطابة الشيخ. على كل حال، أكو ناس
ناس ما عندهم أدب ولا عندهم توقيت للكلام. ليس الكلام هكذا، أولا النقد والرد والمناقشة أمر إيجابي للتطوير، هذا شيء جيد شيء زين للخطيب وللمستمع، ولكن يحتاج وقتا مناسبا ويحتاج مكانا مناسبا. أم أيضا الشيخ على المنبر واللي وقف أعوذ بالله منه كأنه أصاحبه لسان سليط، فوجه كلاما شديد اللهجة إلى الشيخ فسكت الشيخ على المنبر ما أتكلم، فظنوا أن الشيخ حار في الجواب، يعني ما عنده جواب يرد عليه، يعني ذاك غلبه. فتبين بعد الفحص أن الشيخ فارق الحياة، نعم فارق الحياة على المنبر. كلام سيء قد يؤذي الناس، قد يؤذي الناس. والله هذا يومه صح يومه، لكن تتعجل عليه ساعة يومه بس تصير لسبب تعجل عليه. كم من واحد مات من موقف مشابه، من شيء نفس الشيء تقريبا، ولد يطيح عنده، ولد يمرض، ولد يموت وكذا يصيده ما يتحمل موقف، أي موقف، يعتقل، يضرب، يهان يهان، يسبون أمه، يسبون أبوه، يموت موجود. فالكلمة الطيبة صدقة، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بعد مرة القرآن يوجهنا بعد توجيه آخر، يقول ما عندك تعطيه، إيش المات أحمامي إيش الحركات راحت انتهت، لأن بعد أكو أعين موجهة ما نقدر الحين في الغالب ما نقدر نجمع إلى أحد في المات، في جهات أخرى تنفذ المعنى، بس قول معروف ما عندك اسكت لا تتعتر، ما بتعطيه لا تقوم، ما يستحق طردوه، مو شغلك، ليس فنك، مو مسؤوليات، مو مهمات. الماتم يا أخي والمكان إلى مسؤولين وإلى إداريين، هم يرجعون إليه ويتفهمون إياه، شو خصك أنت بس لقوف لقافة، والله ناس لقافة، هذا سيء، هذا إنسان سيء. ولذلك يقول الرسول الأكرم محمد صلي على شر الإخوان من تكلف له. المصيبة أنه معروف، والمصيبة أنه عنده عائلة وعنده أولاد ما يرضون عليه، فشلنهم زوجهم صغير لا يسكت، يسب الناس، يغلط على الناس، يأذي البشر، فشلانين منه، ما يطبون حتى ماتم ولا يطبون مسجد، يقول لك احنا فشلانين منه، إذا ما كان هو يطب احنا ما نطب. أكو أوادم بهالنوع موجود من النوعية يأذون. زين، إذن الاصطفاء، الانتقاء، النقوة، الصفوة، الانتقاء، الصفوة. إن الله اصطفى، أكو ناس الله اصطفاهم واختارهم، إذن الاختيار نخلص بنتيجة أنه ليس من عمل البشر. الاصطفاء الذي يقصده القرآن هنا ليس من شأن البشر، ليس من شأن أحد أن يختار أحدا آخر يكون هذا الإنسان مثلا كمثله، حتى لو كان على مقام عظيم، حتى لو كان نبيا، نبي مثلا، أو وصي، مو نبي، وصي. يا نوح إنه ليس من أهلك، مو بكيفك، ما يخصك ده، مع أنه ولده، ولكن ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. كلمة جميلة، عمل، ما قال إنه ولد غير صالح، لاحظ أنت له الدقة والقوة في التعبير في القرآن، إنه عمل غير صالح، لأن عادة الولد يطلب منه الصلاح. الواحد يجيب ولد ويطلب ولد في الدنيا حقه يكون في صلاح،
فإذا لم يكن صالحا دمر روحه ودمر أبوه ودمر أهله ودمر المجتمع بأسره. حتى لا نطيل، صاحبة الليلة، صاحبة الليلة مريم بنت عمران. أبي أوصل أنا قبل لا أوصل بسأل سؤال وأجاوب عليه، هل أن الانتقاء بعد أن عرفناه من الله سبحانه، من الله شيخص الله، هل تتدخل فيه أسباب أخرى غير الله؟ يعني الله بس يختار أي واحد يقول إن هذا فلان الله جعفر هو الرئيس؟ لا، مو هذا. لو تتأمل تجد على أنه هناك أيضا عوامل أخرى يجدها، إن صح التعبير عندي، سامحني على التعبير ورد علي إذا أنا غلطان، إذا وجد الله في هذا الشخص شنو استعدادا وميولا وتقبلا للاصطفاء اصطفى. أكو قلنا ولد نوح له، ولد نوح وإيش؟ ولد نبي، ولد نبي يعني بارز، المفروض أن يصير نبي. لا، لأنه ليس مهيئا للاصطفاء فالله ما اصطفى. إن كل مولود يولد على الفطرة، كلهم زينين، أصلهم طيب، أصلهم شريف، كل مولود يولد على الفطرة، أبوه شيعي، أمه شيعية، أبوه مصلي، أمه مصلية، كل شيء ماكو، لكن يطلع خبيث نجس. يطلع لما يطلع واضح بعد، يطلع زين. ليش؟ ماكو. هناك بعض الأمور نطفة موجود صحيحة وإن شاء الله ما يأكل حرام، ما يتعامل في الربا، ما يتعامل في السحت، ما 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 ما, ما. كل شيء نظيف، نطفة سليمة 100%. يعني لكن أكو عوامل أخرى أثرت في هذا الموضوع. بيئة عاش فيها، هاي البيئة أثرت عليه تأثيرا قويا. لا هالمرة مو بيئة، هالمرة ناس، لا فطرة من قبل، من زمان، وراثة، جينات من جدة 19 20 موجود موجود. ولذلك النبي يقول اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، ويقول الحديث انظر أين تضع نفسك. أنت معروف، أنت والعائلة، أنت والحمولة، إذا أردت أن تتزوج فاختر لك امرأة تناسب عائلتك. والله أنا اللي باخدها وبتزوجها وبنام إياها، إيه صح، بس مو بس أنت، عندك أبو، عندك أم، عندك خوات، عندك أخوان، كل الأمر مترتب، كل شيء إليه دخاله. لا تحاول تعيش غير الواقع، هذا الواقع هذا يفرض روحه، عدل؟ هذا واقع مفروض، خيلان لهم دور، عموم لهم دور، كل شيء لدور. تفت تفت، فلا تذهبن، لا يذهبن بحلمك الشيطان. التفت أين تضع نفسك بعد هذه، بعد هذه الوصية وخلاص. اسمع، إياكم وخضراء الدمن. قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسنة. حلوة شاقرة، ها شايفينها في الفيسبوك، أنا عجبتني، شايفينها في إعلان عجبتني، شايفينها في هذا ما يسمونه السوشيال ميديا، أنا ما أعرف ليه هذا، هذا ما أعرف ليه وعجبتني. لا، إياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسنة في منبت السوء، أصلها خبيث. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.
كمثل شجرة، مع نفس الشيء، خبيثة اجتثت قطعة. واقع لولا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. الأصل ويش؟ تبغي ولد. القرآن يقول تبغي ولد، ما تبغي بنية، لأنها تريد أن تتقرب إلى الله به خدمة للمسجد الأقصى، عدل؟ وكان في عرفهم في ذلك تلك الأيام أنهم ينذرون أبناءهم أو يوقفون أبناءهم على خدمة الأقصى. جميل، نية حلوة جميلة زينة زين، لكن المدة هي عاقر، هي عاقر وخدها نفسها بعد، هي عاقر وخدها معاقر. حنة وإيشاء، اليوم أقرب عاد أكو اسم ثاني إليها، مو هالاسم غير، ولكن المشهور أن اسمها حنة والثاني اسمها إيشاء. أبوهم اسم قوفاذ ابن قبيل الإسرائيلي زين، واحدة منهم عد عمران والثاني عد منهم عنده زكريا، فيحيى ابن زكريا ومريم بنت عمران شنو يصيرون لبعض؟ ولاد خالة. واثنين هم ما عندهم نتاج، ما يعني الأمهات ما في عندهم، ما حاملة ما تحمل، عاقر زي. فنذرت هذا النذر، وكان نذرا كما قلنا في عرفهم مقبولا. الرجال طبعا هذا عمران، مو ذاك العمران موسى، يعني النبي موسى غير، بين هذا وبين ذاك آلاف السنين كما يقولون آلاف، فبينهما بعد زمني. هذا عمران غير وذاك عمران زين. الرجال توفى، مات قبل أن تلده حنة، يعني قبل أن تلد المولود. فهي بعد شوية فكرت كذا، قالت شلون أعيش، شلون كذا، شلون يعيش الولد، الله عز وجل موجود. فلما وضعتها، هي كان الأمل وإيش؟ أن يكون ولدا ذكرا، لكنها كانت أنثى. حزنت، حزنت، قالت إني وضعتها أنثى والله أعلم وليس الذكر، ليس الذكر طبعا في تكوين الجسماني وغيره، وإلا في التكوين الداخلي لا، البنية ساعة تصير أفضل من الإصبع، واجد 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 مو شوي، والتاريخ يثبت والواقع يثبت أن هناك بنات ونساء وصلنا إلى، واسمع، لولا أن الشرع المقدس لا يجيز أن تكون المرأة فقيهة تقلد لوجدت كثيرا من النساء وصلنا إلى درجة الفقهاء، أو يصلون جماعة بالناس، يأمون الناس، يأمون الرجال، ما يصير هكذا، لكن تكوين جسماني. بس الله تقبلها، الله يتقبل من المتقين، الله أنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليه. هذا شوف الاصطفاء كيف، هذا الاختيار. وكفلها زكريا كلما، كل تفيد الاستمرار، المعذرة للأساتذة الموجودين على رأس الأستاذ سلمان،
كلها تفيد الاستمرار. جاسر على مقام دائما وأبدا، كل ما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. فاكهة مو موجودة في الصيف تنوجد، فاكهة ما تنوجد في الشتاء تنوجد. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء. ألا ترون أن هذه المرأة تستحق أن تحب من الله؟ فابتليت، هذا ابتلاء له. المحبة ساعات ضريبة ما لها وش، ابتلاء أكثر. إن الله إذا أحب عبدا ابتلى. كيف أطلع للناس أني حامل خب الحمل؟ يقول أحد الكتاب المصريين لما أقرأ له في القصة، يقول هاي الشغلة سهلة، ممكن طلعت برا عند أحدهم عند مكان في زاوية وقالت أني أتعبد الله هناك أحسن بعيد عن الناس. فهموا الدنيا الناس، لكن لما الآن بتولد كيف تولد؟ يا هذه مصيبة عظيمة. وش تسوي يعني؟ الله سبحانه وتعالى قال لها بعد انتي خلاص لا تتكلمين، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأشارت إليه. عجيب، طلتين علينا انتي يعني مسخرين بينا؟ قصة قصة عظيمة. ما كان أبوك امرأة سوء، مي معروفة بالزنا جلكم الله والبغاء، ولم يكن لها زوج معروف. كيف يجي الولد يعني؟ قصة ابتلاء، الله ابتلاها ابتلاء لأن الله يحبه ابتلاها. بس بعد ما منطول واجد، والله الحكي واجد، ابتلاها كثير، عظمها، امتحنها، لأنه وجدها وإيش قابلة للامتحان، مع أن الامتحان صعب، امتحنها. يقولون بأنها ماتت غريبة